أعتقد بأن روسيا التي تعاني في أوكرانيا وإيران التي تعاني في الداخل أرادت أن تقول أننا موجودون في سوريا. التحالف الروسي الإيراني في سوريا هو تحالف هش غير يعني تحالف مصلحي. الآن يبدو أن المصلحة اقتضت أن يكون هناك تعامل روسي إيراني في سوريا من أجل تثبيت الموقف أولاً في سوريا، وثانياً من أجل القول بأننا لم نخرج حتى الآن من حلقة الصراع في سوريا. وجود الفرقة الرابعة إلى جانب وجود الفرقة 25 تعني أن هناك إعادة تموضع جديد من التحالفات داخل النظام السوري. بالولاءات من الإيرانيين إلى الروس، وطبعا يعني له هذا له وجهين أو له وجهان. الوجه الأول يعني تجاه الشعب السوري الذي يعرف بأن الفرقة الرابعة هي عبارة عن ولاء إيراني بالكامل، منذ أن كان قاسم سليماني منذ بداية الثورة عام 2011 وصولا إلى التنسيق الكامل مع الإيرانيين. الآن طبعا هناك توجيهات من يعني من بشار الأسد ومن المستشارين الموجودين، وطبعا هناك يعني أجندة عالمية تشير على بشار الأسد بأن لا تكون الفرقة الرابعة، هي عبارة عن ميليشيات وأن تنضم إلى الجيش. وطبعا يعني هذا ما حدث نتيجة الانضمام والمناورات التي جرت. نريد أن نشير إلى ناحية أيضا، هناك يعني توجه الآن بتدريب عناصر يريدون الذهاب إلى أوكرانيا على يد عناصر الفرقة الرابعة.